السلام عليكم ورحمة الله. قتادة ابن النعمان هو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد مع النبي جميع الغزوات، بدر وأحد إلى آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد مع قتادة ابن النعمان هو درس بسيط في السيرة النبوية. في غزوة أحد كان قتادة من القلائل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سهما فافتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتلع أحد عينيه فأمسك بها بيده، فقال الصحابة: دعها عنك يا قتادة، مش وقته دلوقتي، احنا بندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو فدى النبي بأحد عينيه، وهو ماسك على أحد عينيه، فقال: لا والله لن أدعها حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الغزوة ذهب قتادة ابن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رد إلي عين، أنا عايزك. بص هنا الثبات بتاع قتادة وقوة الإيمان: يا رسول الله رد إلي عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قتادة، أتصبر ولك الجنة؟ هنا الديفولت بتاع الرد، أو أي واحد مش في مكان قتادة ابن النعمان، وهنا الشاهد بتاع القصة بتاعتنا، يقول لك طبعا أفضل رد يقوله قتادة دلوقتي: نعم يا رسول الله، أصبر ولي الجنة. أتصبر ولك الجنة؟ نعم أصبر ولي الجنة. ولكن قتادة يعرف جيدا نفسه البشرية، نفسه مش هتطيق الحتة دي. المعظم اللي يجي بيحكم على حد وهو مش في مكانه، لا. قتادة قال له: يا رسول الله، لقد أعرست جديدا، أنا عريس جديد، وإني أكره أن تراني زوجتي أعور العين على الحال التي ترى، أنا مش عايز زوجتي تشوفني وأنا أعور كده. يا رسول الله، رد إلي عيني وادعو الله لي بالجنة. هنا الشاهد من الدنيا: يا رسول الله، رد إلي عيني، أنا عايز حتة من الدنيا، وادعو الله لي بالجنة. وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم رد إليه عينه ودعا له بالجنة. وبذلك فقتادة بن النعمان من المبشرين بالجنة. محدش جي تصور نفسه وقال له: إيه اللي انت بتقوله ده، سيب عينك دلوقتي، أو أفضل رد يقول: آه لا أصبر ولي الجنة. لا، عارف نفسه البشرية، عارف اللي في حاجة هيقدر عليها، وهو الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات وفي غزوة أحد. وقتادة من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الثانية، فقتادة ليس سابقة وأكثر من سابقة في الإسلام، عارف قوته أو قوة نفسه البشرية في حاجات معينة، فبذل أقصى ما في وسعه، وعارف اللي ممكن تكون نفسه البشرية ضعيفة في حاجة معينة، فاحترم ضعفه. لازم دايما تكون نموذج قتادة بن النعمان، كل واحد فينا له نقطة ضعف نحترمها على الأقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.